وبرزت الجحيم لمن يرى. معنى برزت أي أظهرت، أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد. وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقيل: لمن يرى من الكفار لا من المؤمنين. وطبعا هذه الآية تعلق بها أولئك الذين قالوا إن الإنسان المؤمن سيرى جهنم والعياذ بالله، تعلقوا بهذه الآية وبما ذكره الله عز وجل في سورة مريم في قوله: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهؤلاء قالوا من أن المؤمن سيرد النار، وتعلقوا بما جاء في بعض أحاديث الورود. وطبعا هذا يخالف ما في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر في القرآن على أن الإنسان المؤمن لا يرى رائحة النار، فالله عز وجل يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالمؤمن مبعد عن النار. فالمقصود هنا في هذه الآية: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي لأولئك الكفار وليسوا للمؤمنين. وما ذكره الله عز وجل في سورة مريم من ذكر ثم، هنا هذه ثم تسمى ثم للمهلة الرتبية وليست للمهلة الزمنية أو البيانية، وإنما هذه ثم تسمى للمهلة الرتبية، يعني يأتي شيء أو يذكر شيء يذكر شيء حدث بعد ثم يذكر بعد هذا الشيء ما حدث قبل، كما في قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالله عز وجل ذكر هنا قال: ولقد خلقناكم، مع أن خلق الإنسان متأخر عن قول الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم. وفي هذه الآية أخر الله عز وجل قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم في آخر الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذه ثم تسمى ثم للمهلة الرتبية كما ذكر ذلك أهل العلم.